دلوقتي. ايوه استنى واحدة كده يا ريس. عبد العزيز رخمة عبد العزيز. عبد الشارع عبد العزيز بتاع الموبايلات وادي العتبة. حاسب احسن يتخطف منك يا هندسة. ريح دماغك يابا. معاك يابا يلا بينا يابا. يلا. جولة مقصودية. هو ده. داخل العتبة. داخل العتبة. عتبة في وش كده موسكي. كده عتبة. كده بقى جمع البنات. السلام عليكم. ان شاء الله. شوية يا ابني. انت مش فطرت يابا؟ انت مش فطرت يابا؟ بس كده تعالى كده. نزل وسط البلد ان شاء الله ورا المحل. اوريك ازاي تخرج بقى. لا لما نرجع عايز حاجه اجيبها. لو عايز حاجه اجيبها دلوقتي. محتاج حاجه؟ محتاج حاجه يابا؟ قول لي عشان ادلك. لو محتاج حاجه قول لي. محتاج ايه بالظبط؟ محتاج ايربودز. اشوف لك ايربودز. ده شارع العطار ودي الجرابات بقى والحاجات والكلام ده. هتلاقي تليفوني بيتسرق معاه. لا 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 خارج محلات. شويه ورق العنب. ايه ده؟ ده في حاجه ب5 جنيه. فكرنا واحنا راجعين نجيب حاجه ب5 جنيه. ده شارع عبد العزيز؟ لا ده كوبري الازهر. والورانا ده العطار. انت تحت كوبري الازهر رايح جامع البنات. الجزمة بتاع العربية قال لي هنزلها بتاع السوق بتاع الجانب. اه قال لي هنزلها بتاع الجانب. وكلهم نزلوا صح؟ طب ليه؟ هو كان في شارع عبد العزيز. لا ده هو رماد في العتبة. اه ما هو رماد في العتبة. صح؟ تعالى اهو. ادونا كده يا رجاله الله يبارك عشان التصوير بس. هي دي مصر. هي دي مصر اللي بجد. ده جامع البنات. كده السيدة. كده محافظة أمن القاهرة. قدام. هنحط المرصود بقى والشغل ال عارف 35 جت مصدر
جمع البنات، الموسك القديم وحارة اليهود، حمام التلات، الغورية، الحسين والساغة، العتبة. جيت انا الحسين ده مش الله، جيت من معز، معز ورا من هنا دار الحسين قدام، جيت بقى من هناك مدينة نصر. خلي بالك عشان هنا عربيات. جمع البنات المفروض نخش كده. طبعا انت لفتها شبر شبر هنا. طبعا يلا يا